بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش هذه الصفحة من سورة البقرة مع أحبابنا المشاهدين لنطلع على قصة البداية، بداية هذا المخلوق العظيم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات، لأنه خليفة الله في هذه الأرض. فتخيل أخي المؤمن أنك خليفة عن الله عز وجل في كل مكان من الأماكن، فكيف تتصرف؟ هل تؤدي واجبك كما أمرك الله به من غير تحريف ولا تبديل؟ أم أنك ستغير وتبدل وتخيب ظن الله فيك عندما أشهد على خلق أبيك الملائكة وأسجدهم له؟ ألست المخلوق المكرم المعظم الذي خلقه الله واختاره عن جميع مخلوقاته لحمل هذه الأمانة العظيمة، ألا وهي عمارة الأرض؟ بلى والله، إنك المعني بكل هذا. فما أتعسك حين تغير قانون الله في هذا الكون فتجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتأمر وتنهى وكأنك المسيطر على هذا الكون. وما ذاك إلا لأنك اتبعت أهواءك التي يزينها لك عدوك الأول إبليس، قاتله الله، واخترت أن تتبعه في كل صغيرة وكبيرة حتى أوردك الموارد المهلكة. ألا فلتتب إلى الله، إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ الكريم، نحن اليوم مع محذور من محاذير التلاوة نعرفك به حتى لا تقع فيه، ألا وهو اللحن. إن الغاية من علم التجويد هي صون اللسان عن الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، وبلوغ غاية الإتقان في التلاوة التي تعبدنا الله بها للفوز بمرضاته وجنته إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن الكريم وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها. أيها الإخوة، إن الخطأ والانحراف عن الصواب في تلاوة القرآن الكريم هو ما يسميه العلماء باللحن. واللحن على نوعين: الأول اللحن الجلي، أي الظاهر، وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالقراءة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. وسمي هذا النوع لحنا جليا لأنه يخل إخلالا ظاهرا يعرفه علماء القراءة وغيرهم. وهذا اللحن الجلي قسمان: الأول لحن في مبنى الكلمة، أي حروفها، ويكون ذلك بإبدال حرف بآخر، كأن يقول فرضتم بدل فرضتم، فأبدل الضاد طاء، وهذا لحن جلي. أو المقضوب بدل المغضوب، أبدل الغين قافا. وكذلك قول القارئ خطأ الضالين بدل الضالين، حيث أبدل الضاد ظاء. ثانيا لحن في حركات الكلمة، وله عدة صور. أولا إبدال حركة بحركة سواء تغير المعنى، كضم التاء في قوله أنعمت عليهم، والصواب أنعمت عليهم، أو لم يتغير المعنى كضم الهاء في قوله الحمد لله بدل الحمد لله. ثانيا إسكان المتحرك، كإسكان النون في قوله أولئك يلعنهم، والصواب أولئك يلعنهم. ثالثا تحريك الساكن، سواء تغير المعنى كأن يقول